هكذا إذا لا زال التواصل مستمر شوطا تلو الآخر، وينطلق الشوط السادس في المجموع والشوط الثالث الخاص بفئة القعدان الفطامين. نسير مع مباشرة مع المركز الأول، هنالك من يحتل المركز الأول مشكور راشد بن عبد الله ود الخيزران العريمي، بينما النغلة والدور دور المركز الثاني، هنا من يحتل المركز الثاني شاهين المملوك راشد بن حمد البطيني، بينما المركز الثالث هنالك من يحتل المركز الثالث من واقع الشعار، هنا شعار والدلهم الكاسبي من يتقدم مع جبار ابراهيم بن محمد بن ناصر الكاسبي، بينما المركز الرابع هنالك الطاير عايض بن سعيد الي نيبي، والمركز الخامس هنالك من يحتل المركز الخامس لهب صبيح بن راشد الغيلاني. نعود مع المركز الاول، نعود مع الصداره مع المركز الاول مشكور 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 من يتقدم بشعار عبد الله ود راشد بن عبد الله ود الخيزران العريمي. ركز يا ود الخيزران ركز، هنالك قادم جبار قادم ود الهم مع جبار لابراهيم بن محمد الكاسبي من يتقدم مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث هنالك الوصول من الطائر عايض بن سعيد الي نيبي، ولكن هنالك لا زالت المعركه ما بين مشكور وما بين جبار وما بين الطائر، الثلاثه في موقع واحد في موقع واحد للمنافسه على الصداره على المركز الاول، ولكن تقدم جبار تقدم محمد بن ناصر الكاسبي من يتقدم مع بن دلهم. ما شاء الله تبارك الله، اقلع جبار اقلع صاحب الانجازات صاحب السجل الحافل من يتقدم النهايه ذهب، ما شاء الله تبارك الله مشكور يا ود دلهم مشكور، ومشكور من يقدم جبار ابراهيم بن محمد بن ناصر الكاسبي وسلام اليوابي سلام، بينما المركز الثاني هنالك الوصول من الطائر عايض بن سعيد الجنيبي، والمركز الثالث مشكور راشد بن عبد الله ود الخيزران العايمي، والمركز الرابع محمد بن العبد بن فريش الزرعي. التوقيت الزمني توقيت جبار دقيقتين بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لمالك جبار ابراهيم بن محمد بن ناصر الكاسبي والمضمر مشعل ود الهم الكاسبي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.